بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة يسسكو. منظمة يسسكو شرفت حقيقة باستضافة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي حظي برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، وشرف أيضا بحضور وافتتاح من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم الخميس الماضي. كل ذلك هذا المعرض يخرج لأول مرة وتحل وفادته من المدينة المنورة إلى الرباط، عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وهذه أيضا فيها إشارات جميلة جدا لعلاقة المغرب بالجناب النبوي. المعرض معرض متميز يحاكي الشباب ويحاكي كل جميع الأعمار، سواء في الأطفال، الكبار، النساء، الفتيات. الجميل في هذا المعرض أيضا بأنه استخدم التقنيات الحديثة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كل ما يتعلق بثلاثية الأبعاد وما إلى ذلك. ثم أيضا أنه مبني على دراسات محكمة علمية موثقة من قبل مجموعة من العلماء الأفاضل، أكثر من 500 عالم مسلم، بعضهم من المغاربة. المعرض عبارة عن شراكة ثلاثية بين رابطة العالم الإسلامي التي تشرف على هذا المعرض والمتحف، ورابطة الرابطة المحمدية للعلماء، ومنظمة يسسكو. المعرض يتكون من ثلاث محاور: أولاً المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي فيه بعض الأشياء الجميلة، منها المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، أيضاً تجسيد للجسد النبوي الشريف، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إيماءاته وإشاراته، ما قاله العلماء والمفكرين عن المصطفى خلال السنوات الماضية. هناك أيضا تجسيد للدولة المحمدية بشكلها، بوزاراتها، بمكاتبها ومؤسساتها، وأيضا الحديقة المحمدية، وهذا شيء جميل جدا حقيقة، تعرض الحديقة المحمدية. كل من له علاقة في المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك له نسب، وأيضا عائلته بأخواله، أعمامه، أبنائه، بناته. الجانب الآخر هو وأيضا يحتوي أيضا على أعظم منبر، وهو منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيضا موثق، وكأنك ترى هذا المنبر منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا بانوراما الحجرة النبوية، وحقيقة تعيش داخل هذه الحجرة النبوية وكأنك في الحجرة النبوية بكل أبعادها وبكل مساحاتها، ووصف دقيق وموثق كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصرنا الحاضر. وهذه أول مرة تعرض الحجرة النبوية بهذا الشكل الجميل، وهي أيضا تدقيق علمي يؤكد على مساحة الحجر النبوية، ما بداخل الحجر النبوية وغير ذلك. ثم المكون الآخر، المكون الثالث، هو معرض صلة، وهي صلة المغاربة بالجناب النبوي، والتي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء. وحقيقة هذا المعرض أو جميل بمحتوياته، هناك بعض المخطوطات النادرة جدا، هناك أيضا بعض الممتلكات الثقافية أو من المد النبوي لبعض الأشياء التي تجسد حقيقة العلاقة المغربية بالجناب النبوي. إجمالاً، عندما تدخل إلى بهو يسسكو، أنت تدخل إلى عالم مختلف بشكل كبير جداً. هناك روحانية، كل من زارنا حتى الآن يحس بهذه الروحانية، وكأنك تعيش في المدينة المنورة حقيقةً. نحن فخورون بما قمنا به، نرى بهذا المعرض بأنه سينتقل إن شاء الله إلى عدد كبير جدا من دول العالم الإسلامي. هناك أكثر من 25 دولة قدمت طلباتها الآن لرابطة العالم الإسلامي، وأيضا لمنظمة يسسكو لإقامة هذا المعرض في هذه البلدان. ما أريد أن أقول بأن هذا المعرض يحاكي الطفل، ويحاكي الشاب والفتاة، ويحاكي الرجل الكبير والمرأة.
وأيضا ما يحتوي عليه من موسوعات ووثائق علمية قال الله سبحانه وتعالى أو قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ما هو موجود في هذا المعرض، لا يوجد هناك أي شيء آخر. ولكن في زيارتك للمعرض التي قد تستغرق ساعة أو أكثر، أنت حقيقة تقرأ مجموعة من الموسوعات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقل من دقيقة، ولا تقرأها قراءة وإنما تراها بالعين وتحسها وتشعر بها، ويأتيك شعور داخلي جميل جدا يشعرك بأنك في أجواء المدينة المنورة وفي أجواء مكة، وتعيش أيضا في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نأمل إن شاء الله أن نكون وفقنا واستطعنا أن نقدم خدمة لخدمة قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.